طريقة الماكينة شلون بألمانيا فينك تبيع جوالك، وعلى طريقة هاي الآلة شلون بتحط جوالك وهي بتعطيك بتتمن لك ياش قد بدك حقه، إذا عجبك السعر تاخذ المصاري فورا منه، بخيروك إن إذا بدك عن طريق البنك أو بإيدك. ها فهون بتحدد إذا جوالك مكسورة شاشته. بس استاذ شهادة وده ديسبلاي شهادة تكبس إذا جوالك مكسور، إذا جوالك فيه شيء هذا شو اسمه يا عندي ديسبلاي كبوت بس بضل تحط هاي الخيارات و يعطوك هون ورقة وهاي الورقة بتلزق على قفة التليفون تبعك. هون بتحط الخيارات شكل تليفونك وهيك، بتلزق هاي الورقة هون وهاي الورقة بتكبها محل سلة المهملات وبتكبس فوق انك انت لزقتها. فهون بيعطيك انه سحب المول يعني الوسط، فهون بتكبس فوق بيقول لك شو نوع الشكة تبعك. اندري ده دي وده This is micro This is iPhone This is Was du gedruckt iPhone war Nein, wir haben die iPhone Weg Samsung Fährt Meter Okay, sehen wir uns das gleich mal an. Das bekommst du eine iPhone. Nein. Das passt nichts auf mein Handy, oder? Jetzt lazim tahta al-ramz tabaa jawalak, bas ma hadi yashruq al-ramz tabaa. Hala ha? Ta'ti al-samah. Fa hala yaqul lak kull shay tamam. Tahat hona farti. Takbis al-farti. ما خلصت؟ بيقول لك استنى شوي لبين ما يفحص الجوال هلا لحاله، وبيقول لك هو شد حقه شد سعره. هاي الآلة هي بتلاقوها وين ما كان بألمانيا بالمولات الكبيرة الضخمة. هون هلا بتكبس فوق هاي بتسكر على الجوال، في كاميرات بتفحص الجوال كله. هون في كاميرا هون في كاميرا. هلا رح نتفرج احنا وياكم ايش قد رح يكون سعره للجوال. هو الجوال نوت سامسونج نوت 9 ايه سامسونج نوت 9 شاشة مكسورة. رح نشوف ايش قد رح يطلع لنا السعر. خليكم عم تفرجوا متى ما خلص هذا الخط فبيطلع لك السعر هون. بس بظن رح يعطينا 10 يورو بالاخر.